انضم الينا الان من بيروت مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجيه الدكتور سامي نادر. دكتور سامي اهلا بك معنا. حتى الان هي تسريبات اعلاميه بان واشنطن تدرس نقل معداتها من انجرليك الى قاعده في جزيره كريت اليونانيه. برايك في ظل المؤشرات الحاليه هل ستقدم واشنطن على هذه الخطوه خاصه بان هناك ايضا تصريحات من الجانب اليوناني عن عزم اليونان انشاء قاعده ثانيه في جزيره كريت؟ الواقع انها اكثر من تسريبات اعلاميه، انها تسريبات لاعضاء في مجلس الشيوخ، لاكثر من سيناتور امريكي ولمسؤولين في الخارجيه الامريكيه. صحيح ان الناطقين باسم البنتاغون قالوا ان هذا ليس قيد التنفيذ حاليا، ولكنهم لم ينكروا ان هذه المساله هي قيد الدرس. وعلى ضوء تطورات العلاقة بين واشنطن وأنقرة التي يعني توترت كثيرا في المرحلة الأخيرة ومنذ عام 2003 تحديدا، ولكن في فترة السنوات الأخيرة ومنذ اندلاع الحرب السورية هذه العلاقات توترت، و ليس من المستبعد أن الولايات المتحدة قد تكون تبحث عن خطة باء، في حال ترديت العلاقة كثيرا بينها وبين أنقرة، خاصة في الملف النووي تحديدا. كان هنالك أكثر من تصريح للرئيس التركي الذي يقول لدينا الحق أن يكون لنا أسلحة نووية، وكما أشرتم في التقرير هذه القاعدة تتضمن يعني رؤوس نووية ولعبت دورا أساسيا في ردع التهديد السوفيتي، وبالتالي على ضوء توتر العلاقات قد تبحث واشنطن تحديدا في نقل هذه القاعدة العسكرية إلى مكان آخر، وليس ولا نتكلم فقط عن انشرليك، هنالك قواعد أخرى في كينيا، في كونيا عفوا، وفي كيرشيريك، وهي هنالك مقر لرادار عسكري أساسي. ولكن اليوم أساسي دكتور سامي، هل ترى بأن هناك دلالات معينة عندما نتحدث عن تحديدا قاعدة انشرليك وحديث عن ربما نقل هذه القاعدة والمعدات إلى جزيرة كريت تحديدا؟ لماذا جزيرة كريت دكتور سامي؟ وفي هذا الإطار دعنا أسأل أيضا الشق الثاني من السؤال، هل هذا يعني بأن اليوم واشنطن تخطو خطوات تجاه تغيير سياساتها فيما يخص تجاه أنقرة؟ بدأت واشنطن تغير سياساتها في المنطقة وتقيم تحالفات لم تكن موجودة قبلا. خذي مثلا التحالف الذي نشأ في الفترة الأخيرة والذي كان له حدثا بارزا الأسبوع الماضي، هذا الاتفاق حول الغاز، يعني ضم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية كل من اليونان بالتأكيد، قبرص، مصر، إسرائيل، وبالتالي هنالك محاور وتكتلات تقوم في منطقة الشرق المتوسط، خاصة بعد اكتشاف هذا الكم من الغاز تحت المياه الإقليمية. ولذلك بالإجابة على الشق الثاني من السؤال، أن تكون القاعدة في جزيرة كريت وهي في صلب هذه أو في وسط هذه المنطقة المتنازع عليها أو التي هي اليوم تشهد حرب لترسيم الحدود البحرية، وقد أعلنت واشنطن بشكل صريح على لسان وزير خارجيتها أنها معنية بهذه المنطقة بشكل أساسي وتعتبرها منطقة جدا استراتيجية بالنسبة لها. نذكر جميعا اللقاء الذي كان في تل أبيب والذي راعته واشنطن وانضمت إليه كل من اليونان وقبرص، حيث أعلن الوزير الخارجية الأمريكي بصراحة
صراحة يعني أهداف ونوايا واشنطن بالنسبة إلى هذه المنطقة. وكان الحليف القديم، نقول القديم لأنه عضو وما زال عضو في الحلف الأطلسي، كان مستبعدا عن هذا الحراك وعن هذه التكتلات، لا بل قد تكون هذه التكتلات في مواجهة سياساته التوسعية في الفترة الأخيرة، خاصة بأنه كانت هناك زيارة بومبيو إلى تسالونيك، جزيرة كريت، وقبلها قبرص، ولم تكن هناك أي زيارة لأنقرة. شكرا لك الدكتور سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، كنت معنا من بيروت.